متابعي من برطانزاوي مرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج دوريات رمضانية. كما كتشاهدوا معنا اليوم نهائي دوري الصنبا بحي حمد صدام، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، معكم رئيس جمعية الخير للتنمية والرياضة. اليوم دوري الصنبا كيشهد على النهائي، وهذا النهائي اللي غادي تلعبوا الفرقة ديال كتائب القذافي والزموري واحد، هما اللي قدروا أنهم يوصلون هذا النهائي، وإن شاء الله غادي تكون مباراة جد شيقة وجد ممتعة، وكنتمنوا فرجة ممتعة للجمهور اللي جا. كما كتلاحظ اخي الحبيب الجمهور غفير وباقي الزوار ماجين، والحمد لله هادشي هذا كيفرحنا ملي كنشوفوا الدوري ديالنا كينجح وكيزيد غير في النجاح ديالو، والزياره ديالكم معه كذلك ومثال كتزيد فرحنا الا وكتزيدونا بالتحفيز والدعم. وكنشكروا بزاف موقع التواصل الاجتماعي الطنجاوي على هاد الزياره ودائما على هاد الالتفاته اللي كلتفتونا هاد الدوري هذا. وكنشكروا جميع لم اللجنة المنظمة الدراري اللي وقفوا معنا في هذا رمضان، ولا الناس ديال الحي ديالنا، ولا الساكنة بصفة عامة ديال مقاطعة بني مكادة. أخي الحبيب شكرا. الاجواء هنا كتشوف الجمهور تاهو عاوننا، دخلنا عورناه في الصوت الاولاني ولكن الصوت الثاني جاب الله تيسير، ما كملتش معنا كرة عينا كنحاولوا. كنشكروا المنظمين والجمهور، المهم الدوري كان ناجح، هذه اهم حاجه، وعواشر مبروكه وتحيه للناس اللي شاركتوا في الدوريات هذا رمضان. كنظن واقيلا 32 فريق عملنا ادوار اقصائيه، هنا كتعرف بحال كاس العالم، جوج وصلوا فينال وما حنايا، وكان ناصب من فريق اخر وكنحييهم على الكره ديالهم، تما فريق مزيان. هذا دوري الواحد لعبتي فيه ولا لعبتي الدوري؟ لا لعبت جوج دوريات اخرين. ربحنا واحد وخسرنا واحد، وهذا الوصف. المهم داكشي اللي تمنيناه هو اللي كان في الاخر، روح رياضيات احمد صدراب رحمه الله كان عزيز. كنحييكم شكرا بزاف. الله يحفظك. صور
الاخبار ديالك اليوم كتوج باللقب ديال الدوري؟ الصراحه المشاركه ديالنا في الدوري كانت فهمت عطاتنا واحد الاضافه كبيره ان الحياه هذا كنحاول ما تصدم، وخصوصا كنمكنوا المدرسه ديال خوارزمي، ومباراه كانت في مستوى صراحه دازت واعره، كانت فيها شويه احتكاكات مع بعضيتنا، يعني اللعابه كانوا في داير فرق يعني في ممتاز، ومن فرق يعني دازوا اللعابه دازوا في يعني عندهم سمعه في المغرب، والحمد لله دينا هذا اللقب هذا. شحال الدوريات شاركت اليوم هاد رمضان؟ رمضان ثلاثة دوريات. شنو فلوس تسمعها؟ ديت واحد قبيلة شي واحد دابا. واحد تهضرهم فيهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.